ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من علينا مواسم الخيرات والبركة. رانا في شهر رمضان، شهر القرآن والصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من صام وقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا على أبواب شهر عظيم، شهر أنزل الله تعالى فيه القرآن وفرض صيامه بالنهار، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل، شهر يضاعف الله تعالى فيه الحسنات ويكفر السيئات. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: صيام رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة النصوح والتشمير عن سعي الجد والاجتهاد في الدعاء والإقبال إلى الله تعالى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك كان سلف الصالح يستبشرون بدنو رمضان ويفرحون بقدومه أكثر من فرحهم بقدوم غائب لهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي الله وربك الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. عباد الله، علينا أن نتهيأ لصيام هذا الشهر المبارك وقيام الليالي، ونكثر من قراءة القرآن الكريم، ونكثر من الجود والصدقات وصلة الأرحام وفعل الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صدفت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منه باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عطفاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها الإخوة،
علينا أن نبيت النية من الليل في أول رمضان عن الشهر كله، ويستحب تبييت النية في كل ليلة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويستحب السهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السهور بركة. ويستحب تعجيل الفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. عباد الله، علينا أن نتخلق بأخلاق الصائمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعلينا عباد الله أن نتجنب ما حرم الله تعالى ونهى عنه، وعلينا بغض البصر وحفظ اللسان من الكذب والفحش وقول الزور والسب والشتم والغيبة والنميمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. علينا أيضا عباد الله أن نقترن أوقاتنا في شهر رمضان. هذه الأوقات ثمينة فلنغتنمها، ونشغلها بكثرة الطاعات من قراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء والتضرع والبر والجود والإحسان، وأيضا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من ألوان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا أعمالنا فيه. ليبا برودا، الله سبحانه وتعالى ذات من سورة البقرة آية أنونغرا دران أختش بس آية أنونغرا زكسون أختش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لك، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي بداية لوتت أو دي إرغلوبت vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet,